أعداد تلعب بنشاط، عمليات حسابية، جمع، طرح، أكبر، أصغر، مساواة، قدرات سحرية. هذا هو حال الأصدقاء في قرية الرياضيات. الرياضيات غذاء العقل. تعالوا لنركب قطار الأعداد الذي سيأخذنا للتعرف بأصدقائنا الجدد. نعود من جديد إلى قريتنا الجميلة لننهل من علومها ومعارفها ونكتشف أسرارها، فهي لا تبخل علينا بعلومها المفيدة، فهيا بنا ننطلق في رحلتنا. انظري يا جمانة، ما أجمل هذه العصافير الجميلة، عددها 6. نعم، أنا أحب العصافير وأحميها. انظر، لقد طار منها 3. كم عصفورا بقي على الشجرة؟ سنقوم بعملية الطرح. 6 ناقص 3 يساوي 3 عصافير. عمل رائع. للطرح أشكال مختلفة، هيا نتعرف إليها. قام صديقنا فلفول بتركيب المكعبات، لكنه قام بترتيبها بطريقة تشبه الخط الأفقي المستقيم، وقام بشطب عدد منها. نسمي هذه الطريقة بالطرح الأفقي. 7 ناقص 4 يساوي 3. في الطرح الأفقي تكتب الأعداد بجانب بعضها بعضا بهذا الشكل، 7 ناقص 4 يساوي 3. قام فلفول بتغيير توضع المكعبات فرتبها بشكل عمودي، ثم قام بعملية الشط. 7 ناقص 4 يساوي 3. صغار الرائعين، هل لاحظتم أن الناتج هو ذاته في كلتا العمليتين؟ الشكل الثاني للطرح هو الطرح العمودي، توضع الأعداد بهذا الشكل. هيا يا عبقور، قم بعملية الطرح بشطب المكعبات. 5 ناقص 3. حسناً، سأقوم بشطب 3 مكعبات، يبقى لدي مكعبان 2. نسمي هذه العملية بالطرح الأفقي. هيا يا عبقور، قم بعملية الطرح المعبرة عن هذه الصورة. عدد المكعبات 4، نقوم بشطب 2 منها، نحصل على الناتج 2. عمل رائع، شكرا لك. لقد تغير شكل المكعبات فأصبحت بشكل عمودي، فتصبح عملية الطرح 4 ناقص 2 يساوي 2. سأشكل بعض عمليات الطرح. سأقوم بشطب 4 مكعبات من أصل 5، تصبح العملية 5 ناقص 4 يساوي 1. هذه تسمى الطرح الأفقي. سنغير طريقة ترتيب المكعبات بالشكل العمودي. 5 ناقص 4 يساوي 1، الناتج ذاته في كلتا العمليتين. لدينا هنا هذه العملية، 7 ناقص 1، كتبت بالشكل الأفقي، الناتج هو 6. سوف أقوم بتحويلها إلى الشكل العمودي. سوف نضع العدد 7 ثم العدد 1، يصبح الناتج 6. سأقوم بكتابة الناتج، 10 ناقص 4 يساوي 6. أما الشكل الثاني فبهذه الطريقة، 10 ناقص 4 يساوي 6، نحصل على نفس الناتج في كلتا العمليتين. قطفت 7 حبات من البرتقال اللذيذ. أعطيت أخي 3 منها، فكم بقي لدي يا ترى؟ بكل تأكيد سأقوم بعملية الطرح. 7 ناقص 3 يساوي 4. سأقوم بحل هذه العملية، إنها طرح عمودي وهي سهلة جدا. 9 ناقص 8 يساوي 1. ما رأيك بهذه العملية يا عبقور؟ كيف ستقوم بحلها؟ إنها سهلة جدا، 5 ناقص 5 يساوي 0. عمل رائع. لدي سؤال يشغل تفكيري،
ساعدوني يا أصدقاء في حل هذا التساؤل. عمري الآن 10 سنوات، كم كان عمري قبل 3 سنوات؟ سنطرح 10 ناقص 3 يصبح عمري 7 سنوات. شكرا على المساعدة. في حديقة البط المجاورة كان يوجد 6 بطات جميلات تسبحن بهدوء وتبحثن عن الطعام. فقامت البطات 3 الحمراء بالسباحة بعيدا، فكم بطة بقي في البحيرة؟ بكل تأكيد سنقوم بعملية الطرح. 6 ناقص 3 يساوي 3، بقي 3 بطات. يوجد لدينا 9 بالونات ملونة، طارت منها 3، كم بالون بقي لدي؟ سنقوم بعملية الطرح. 9 ناقص 3 يساوي 6، 6 بالونات. سأحكي لكم قصة العصفورة وفراخها الصغار. بنت العصفورة عشاً على الشجرة، وضعت فيه 7 بيضات، بدأت تهتم بها حتى تفقس. ذات يوم جاءت العصفورة إلى العش فوجدت 3 بيضات قد فقست، وخرج منها فراخ صغيرة. كم بيضة بقيت لم تفقس؟ ساعدني بالحل يا عبقور. 7 ناقص 3 يساوي 4، 4 بيوض لم تفقس. أحسنت يا عبقور. سأكتب بعض عمليات الطرح بالشكلين الأفقي والعمودي. 5 ناقص 2 يساوي 3، نحصل على نفس الناتج. لدينا هنا 9 ناقص 7 يساوي 2، والشكل الآخر نفس الناتج. أما هاتين العمليتين، طرح العدد من نفسه 8 ناقص 8 يساوي 0، 6 ناقص 6 يساوي 0. رحلتنا اليوم قد أعلنت نهايتها. تعرفنا فيها على الطرح الأفقي والطرح العمودي. أرجو أن تطبقوا ما تعلمناه في حياتكم اليومية. أعدكم برحلة جديدة ومعلومة جديدة. انتظروني. إلى اللقاء.